النهارده صدر زي كده بيان من البنك المركزي المصري بيتكلم فيه عن بعض الامور اهمها وابرزها هو سداد مصر لديونها الخارجيه واقساط الديون الخارجيه في 2022 2023. سددنا مبلغ بيوصل قيمته ل 25.5 مليار دولار. وده رقم الحقيقة مش قليل أبدا في ظل أن احنا عندنا تحديات كبيرة جدا بتواجه الدولة المصرية في أن هي يكون متوفر لديها الاحتياطي النقدي الأجنبي أو العملة الصعبة. لكن الخبر اللي معانا النهاردة بيقول لينا أن مصر قادرة على سداد ديونها على الرغم أن الرقم مش قليل وبيمثل حوالي 40% من إجمالي الناتج المحلي. فلكم أن تتخيلوا أن يعني الناتج المحلي أو إنتاجنا محليا في مصر بقى من صادرات وواردات وكل هذه الأمور بيصفصف في الآخر أن أنت عندك 40% من هذا الناتج بتدفعه في الديون وفي أيضا الفوائد الخاصة بهذه الديون. لكن بيان البنك المركزي بيأكد أن مصر استطاعت سداد هذا الرقم الكبير رغم كل التحديات اللي بتمر بينا. طبعا هنقف مع تفاصيل هذا الموضوع، فكرة ان احنا ماذا سنفعل في يعني سداد الاقساط المقبلة، هل في ظل التحديات الخاصة بالعملة الصعبة ممكن تواجهنا اي معوقات او اي مشاكل في الموضوع ده؟ طيب بالنسبة لنسبة 40% من الناتج المحلي، هل ده رقم طبيعي ورقم سهل ان احنا نتعامل معاه ام الموضوع احنا شايفينه ازاي؟